في فئة في مجتمعنا وإن كانت قليلة هي متخصصة في استغلال الأزمات بل وصناعة الأزمات واستغلالها، وهذه الفئة وللأسف هي المتحكمة في يعني شكل الحياة عندنا بعد قدر الله سبحانه وتعالى. استغلال الأزمات فكريا الأيام دي أي إنسان متشوف إنه يلقى علاج للمرض ده، نفسه إنه يتلقى علاج لأنه عطل حياة الناس وخوفهم. يطلع واحد يقول لك أنا حلمت في النوم إنه العلاج بتاع ده في شعرة قاعدة في صورة الكهف، دي مرازلنا كمان قالت في شعرة قاعدة في صورة الكهف، تطلعها تغسلها تعالجك من كورونا، الدخلة هنا شنو الشعرة؟ الدخلة في المصحف شنو ذاته؟ اثنين، الصباح أنا والله الليلة يا أخي قبل صلاة الفجر شنو؟ قبل اللزان الأول ذاته أنا تلفوني ده شغال لحد ما لقيته سخن من الاتصالات، في شنو؟ أول تلفون رديته واحد ضابط من معارفنا وتلاميذنا قريته، قال لي يا أخي قالوا الليلة شاي الصباح يكون بدون سكر يكون مر عشان الناس يتعالجوا من كورونا. يا ناس ده منو قال كده؟ قالوا في طفل حديث الولادة أول ما ولدوه كده بس قال لهم المعلومة دي ومات في محله. طبعا هم قال لك مات دي تمامة السيناريو، عشان ما تقول له الولد ده وينه وده نشوفه تاني وكده، قال لك مات خلاص دي تمامة السيناريو بتاع الكطبة. يا اخواننا أول حاجة أنت خبر زي ده لقيته قبال ما تشيله وترفعه في الفيس وتملب الدنيا وتخلي الشاي يغلى علينا من الصباح، غلوه من الصباح غلوا الشاي، واحد بتاع دكان لقيته رافع قال والله الناس دي شابكني شاي حب من الصباح، قال انا ذاته ماشي السوق اجيب لك زياده الشاي ثاني عشان يغلوا الشاي، تخيل معي عشان يغلوا. قبال ما انت تنشر خبر زي ده اتاكد من صحته، ربنا قال ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يا اخي اتبين، انت ما ممكن تمشي تدعي علاج زي ده لزول ممكن يكون عنده مشكلة مع استعمال الشاي ده ذاته، انت تشرب كمية بتاع الشاي مر كويس تكتله. يا اخي ما تتريس، يا اخي اتريس اول حاجة، ما تنشر خبر زي ده. اثنين، لو ثبت الخبر انه في زول يتكلم طفل صغير ودي قد تعتبر خارقة للعادة والانسان بيجيه احساس انه ده صح، نشيل العلاج ده نفحصه معمليا في الاول، نحن ما ناس متخلفين مفترض يعني ما نكون متخلفين، نشيله نفحصه اول حاجه معمليا نشوفه ثابت ده علاج ولا ما علاج، يعني ما ممكن نحن بعد ما نملي نستف تمام شاي احمر مر ثاني بعد ذاك نجي نسال انه ده صح علاج ولا ما علاج. طيب لو ما علاج اول حاجه يفحص معمليا ونشوفه علاج ولا ما علاج. نمره ثلاثه، الموضوع ده يا اخواننا كون زول يحلم بالليل ولا كون زول يسمع له هاتف زي ما بقول لك او يجيه احساس في قلبه، دي كلها العلماء بيسموها كما ذكر شيخ الاسلام انها من العلوم الظنيه التي لا يجوز ان تنسب للكتاب والسنه. ما تيجي تقول ده علاج شرعي عشان قال ولد يعني يا دوب ولده ولا شنو؟ العلاج الشرعي ده الموجود في الكتاب والسنه، العسل كويس، العلاج بالكمون، العلاج ده المذكور في الكتاب والسنه تتعالج به. لكن واحد قالوا اول حاجه ما تنسبه للشريعه، ده ما تنسبه للشريعه، انما يكون من ضمن العلاجات التجريبيه لو ثبتت بالتجربه نتعامل معاه زيه زي حبه البنادول وزيه زي الكافيلجين وغيره، لكن ما بننسبه للشريعه. ليه؟ لانه لو يوم من الايام ثبت انه ده ما علاج هيبقى ده طعن في شنو؟ هيبقى طعن في الشريعه. عشان كده الشريعه لا يمكن ان توضع محل اختبار للتجارب بتاعت الناس، الشريعه الا ما مسها، يعني الحاجه اللي تكلمت مسته الشريعه وتكلمت عنه، فده نوع من انواع استغلال ازمات الناس فكريا. ده يصلوا لشنوهم؟ ده يصلوا لانه احتمال ينجح له مع كم نفر، ده ما الشغل بتاع الدجالين كده بيقوم بيديه علاج، يعني 60 نفر بيموتوا بينجح مع واحد بس بيمسك لك في النجاح ده عشان يروج لك الفكر بتاعه، يجيك بعد ذاك يقول لك شفته فلان ذاك يتعالج، تجي تشيل مننا الطريقه وتجي انت تبقى تابع لنا ونديك الاوراد والاذكار، داير يروج للفكر حقه.
نوع ثاني أعلق عليه سريعا من استغلال الأزمات يا أخواننا، إنه في فئات قليلة الآن متحكمة وبتسيطر على الوضع. الكمامات دي كانت بكم؟ كانت ببلاش، ببلاش ذاك. الآن الكمامة بكم؟ 250 جنيه وتفتش لها بتلقاها ذاته أنت. ليه يا أخواننا نحن بنستغل أزمة الناس؟ ليه؟ يا أخي نحن كشعب سوداني الشيء في بالنا إنه نحن قاعدين نعيش أزمة متواصلة. أزمتنا متواصلة، ليه؟ لأنه في كل محطة من محطات حياتنا في إنسان استغلالي منتظرنا فيها. يقرب رمضان السكر بيبقى بكم؟ ويغلى أي شيء الناس بيستعمله في رمضان. يقرب العيد تغلى الملابس، تجي الضحية يرفعوا الخرفان. أي محطة من محطات حياتنا منتظرنا فيها واحد استغلالي ينهبنا، ونحن عايشين في أزمة دائمة، لأنه أزمتنا أزمة بتاع الضمير، أزمة الضمير. عشان كده نحن عايشين أزمات متواصلة. يا أخي ما ممكن يا أخواننا، ما ممكن يا أخي. كمامة واحد قال لي اشتريتها زي الكمامة اللابسة أخونا ورا جنب الهناء داك الكحلية دي. أنا واحد كلمني قال لي اشتريت 8 كمامات ب8000 جنيه، الواحدة ب1000 جنيه. كمامة قطعة يا أخوانا ممكن تقطعها من توب المرة من طرفه كده ده وتربطها بالسكتين وتمطها في ضنينك وتمشي ب1000 جنيه الوحدة. ليه يا أخوانا الاستغلال ده؟ وشوفوا الناس من حولنا كفار. في واحد اسمه منو كده كافر ده صيني، ده قال متبرع بكذا من العلاجات. في مرة سعودية اسمها مين المطيري، مرة دي اتبرعت بكمامات وبوقاية لكل أجهزة الأمن والشرطة اللي في الطريق بتحمي الناس كلهم، وطلعت أصول من سيارات تابعة لها هي، إنه أي زول مريض يقعد في بيته ما يمشي يجيب العلاج يرسل بس رسالة بتاع الصيدلية، يرسل له بالعربية بتاعته هي. شوفوا الناس بيعملوا كيف ونحن بنعمل كيف. وأختم لك بمثال واحد ده في السنة، إحنا لو بنتربى على سلفنا وميراثنا بتاع سلفنا الصالح. عثمان بن عفان في وقت أزمة زيدي في عهد عمر رضي الله عنه والناس ما لاقية تأكل، في جوع، قحط، جوع، عنده قافلة بتاعت أكل جاية داخل المدينة، قافلة دي بتقضي الناس كلهم. عثمان بن عفان جوا التجار زي اللي بيعملوا الليلة، قولوا نديك ضعفين السعر، يعني لو القافلة ب10 يا عثمان نديك 20. قال سمعت أكثر من هذا، قالوا ضعفين نديك 30، قال سمعت أكثر من هذا، 3 أضعاف سمعت أكثر من هذا، 10 أضعاف قال سمعت أكثر من هذا. أول ما وصلت الغافلة وزع علي أهل المدينة والفقراء مجانا. قال إني سمعت قول الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت شنو؟ 7 سنابل، في كل سنبلة كم؟ 100 حبة، 700 دي 700، والله يضاعف لمن يشاء. دي الأخلاق الإسلامية كده، دي الأخلاق. طلعها يا أخي لله، شنو يا أخي تستغل أزمة الناس في أي حاجة؟ إحنا ناس مستغلين لنا، والله المستعان. جزاكم الله خير، السلام عليكم.